كثيرات هن النساء من اخترن بعض الهوايات كمهن، فالكل حسب رغبتها وحاجتها. اليوم في طلة الصباح أردنا التقرب من السيدة نفيسة المبدعة التي تحول بعض الزجاج إلى لوحات فنية. تفاصيل أكثر في هذا الروبورتاج. الآنسة بليغة نفيسة المختصة في فن الرسم على الزجاج. كانت البداية تاعي في بداية الأمر بديت في الرسم على القماش، من بعد دخلت درت تربص في مركز التمهين لولاية الجزائر، اكتشفت عالم الرسم على الزجاج، امتهنت وكان ولا هواية ديالي، وليت نحب نخدم بزاف لي سيرفيس، نخدم لي فاز لي كادغ، ولقيت روحي فيه بزاف. هي في البداية التحقت بجمعية، عن طريق الجمعية هذه اللي فتحت لي الأبواب واللي تندير معارض. في المعارض جوني ناس بروبوزاو لي علاش ما تعلميش، نجو نتعلمو عندك ولا عندك بلاصة وين تعلمو. يعني لقيت إقبال في هذا المجال ديالي. من بعد دخلت ندير دورات تكوينية في مركز ثقافي ولقيت الإقبال، كاين صايجو يتعلموا يحبوا الصنعة هذه، يحبوا يكتشفوها، يحبوا يخدموا حاجة ليهم هما، كيما نقولوا كيما لي سيرفيس، كل وحدة تحب لاكولير اللي تحبها هي، تحب على حسب كوزينتها على حسب الصالون تاعها، يعني ولقيت إقبال فيها. في بداية الأمر نوجد الموتيف تاعي، رسمة اللي تعجبني أنا نحب نحطها تحت الزجاجة، ناخذ القلم المحدد نحددها، ومن بعد نستعمل الريشة تاعي والألوان اللي نخيرها أنا حسب الذوق. نخدم الرسم على المرايا، على لي سيرفيس، الكيسان، الفيزان، على الفخار تاني ندير، على الخشب تاني ندير الرسم تاني، ما ندير على عدة محامل. نخدم في الدار، يجوني دي كوموند هكذا كي نحط في المعارض، يجوني دي كوموند نخدم في الدار، ومن طول راني ندير نمد ديكور في مركز ثقافي، يعني كاين اقبال فيها. يعني الرسومات اللي نطرق لهم في الاعمال تاعي معظمها تكون مناظر طبيعيه، تعبر على زهور، ورود، كيما هذا ما يمنعش انه تاني نجسد اعمال في المجال التراث الوطني كيما الحولي التقليدي، كيما القصبة.